FM. الكل مليك فراغ اللي تخلق معناتها في وقت الفراغ اللي عملوا بن علي لا لاجمون خلى الجهل عمم الجهل اور ما نجموش نقاوموا الفقر وما نجموش نقاوموا الشغل وما نجموش نقاوموا البيئه وما نجموش نقاوموا مصايب الدنيا واحنا جهله خاطر المثقف من المفروض ان وزاره الثقافه الوحيده هي الوزاره السياديه راهو لانه الانسان مثقف واللي يعرف يخدم واللي يعرف يسوق واللي يعرف يتكلم ما يسرقش مش القاري ربي عندي سؤال بن علي عمم جهل والفقر والحكومه هذه دعمته ما غيرت شيء هذه شنو اللي شفتوا فما حاجه الحكومه الحاليه لم تغير شيء نعم السريه تخدم شنو؟ ايه كل شيء قدام عينيك اي وش تطلب منهم انت تو الحكومه هذه؟ قلت لك انا ما نطلب منهم شيء انا نعرفهم فقيدين الشيء هات نطالبك ونحاسبك انا كمواطن نقول هذا الشيء يلزمني اما ما ننتظرش منهم باش يوافقوا باش يطبقوا هذوما كل صراحه نحكي الكلمه ليك